أتحول إلى مراسلنا من القامشلي هجر سيد الذي ينضم إلينا أيضا في هذه الأثناء. وهجر، دعني بداية أرصد معك تطورات الوضع، أبرز ما رصدته على مستوى شمال سوريا بشكل عام وأبرز الجهود في هذه الأثناء. نعم إيمان، المشهد مختلف تماما في شمال غربي سوريا، فلا وفود سياسية ولا رئاسية وصلت إلى مناطق شمال غربي سوريا، ولا فرق دولية ولا إقليمية ولا دولية إلى مناطق شمال غربي سوريا. الأوضاع كارثية جدا في مناطق شمال شرقي في شمال غربي سوريا، وبحسب الدفاع المدني هم يعتمدون على أنفسهم والمعدات البسيطة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد فقدانهم الأمل في وجود أحياء تحت الأنقاض، كما اتهم الدفاع المدني في شمال غربي سوريا الأمم المتحدة بأنها تقاعست في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى هذه المنطقة، ودعت إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة القائمين على الأمم المتحدة والذين يقومون بإرسال القوافل الإنسانية والإغاثية إلى هذه المنطقة. وبحسب الدفاع المدني بأن القوافل التي دخلت إلى مناطق شمال غربي سوريا منذ ليلة البارحة هي قوافل اعتيادية وشاحنات دورية تدخل إلى مناطق شمال غربي سوريا، ولا يتعلق الأمر بمنطقة الزلزال. القوافل التي دخلت فقط هي قافلة جمعية برزاني الخيرية المؤلفة من 12 قافلة دخلت إلى مناطق شمال غربي سوريا ووصلت إلى منطقة جنديرس، وكانت تحمل مواد غذائية وأيضا مواد تدفئة وبعض الخيام. نحن نتحدث عن مئات الآلاف يفترشون في الليل، وهناك عشرات الآلاف تحت الأنقاض لا يزالون تحت الأنقاض، ونحن نتحدث عن نحو 2000 مفقود. وبحسب المعلومات آخر الإحصائيات وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 5500 بعد انتشال نحو 200 جثة من منطقة محافظة إدلب، وأيضا بعد انتشال نحو 512 جثة في منطقة جنديرس وحدها. الأوضاع في مناطق شمال غربي سوريا مختلف تماما، لا يشبه أي المناطق الأخرى. المساعدات الإغاثية والإنسانية لم تدخل بعد. الفرق التي كان يتحدث عنها الفريق الإسباني أنه دخل إلى مناطق شمال غربي سوريا، بحسب الدفاع المدني أكد بأنهم كانوا عبارة عن متطوعين ولا يملكون أي معدات أو آليات يساعدهم في انتشال الجثث من تحت الأنقاض. بالنسبة للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي كانت سوف تدخل من مناطق حكومة دمشق باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، حتى هذه اللحظة لليوم السابع على التوالي لم يصلها أي مساعدات إغاثية. بالنسبة للمساعدات الإغاثية التي تحاول الإدارة الذاتية منذ يومين إيصالها إلى مناطق شمال غربي سوريا، تواجه هذه المساعدات رفضا من قبل المعارضة السورية، وبالرغم من نقص حاد في مادة الوقود. هناك نحو 50 صهريجة من مادة الوقود متوقفة في نقطة الصفر الفاصلة ما بين مناطق المعارضة السورية ومناطق الإدارة الذاتية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تسلم الإدارة الذاتية أي من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق شمال غربي سوريا.